صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانونين رقم 31 و32 لسنة 2017. نص القانون الأول بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقع في بكين بتاريخ 10 من سبتمبر 2010، والموافق لهذا القانون. ونص القانون الثاني رقم 32 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي والموقعة في بكين بتاريخ 10 سبتمبر 2010 والمرافقة لهذا القانون، مع التحفظ الآتي: أن مملكة البحرين لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 1 من المادة 20 من هذه الاتفاقية.